الاعداد. مشاهدي الكرام، ننتقل الى تهوك. عابد فنان من تهوك يهوى جميع كل ما هو خاص بالفن، وايضا يقتني اقدم اجهزه الجرامافون للاسطوانات وجميع الاغاني التراثيه الكرديه القديمه. عابد خزن لحد الآن فوق 8000 ساعة من الأغاني القديمة، تفاصيل أخرى ترويها لنا سورة آيات من دهوك. في كل بقاع العالم هنالك أناس يهتمون بالتراث والفلكلور الشعبي. عابد أحمد من أهالي محافظة دهوك يهوى جمع الأغاني القديمة المسجلة على الإسطوانات، والتي لا تعمل إلا على أجهزة الجراموفون، والتي هي الأخرى متواجدة ضمن مقتنياته. هذا الجهاز يسمونه جراموفون، وكو صغير يسمونه 45، هذني بلاستيك، بس هذني يسمونه حجر. بدون كهرباء على الهندر يشتغل، يعني شغلات قديمة يعني تراثية. إلى أي سنة يعود تاريخ هذا التسجيل؟ التاريخ يعني ما يعني أقول لك بالضبط يا تاريخ، يمكن بسنة العشرينات، يعني عشرينات ثلاثينات. المكتبة الموسيقية لدى عابد يعود تاريخها إلى أوائل القرن الماضي، و8800 ساعة من الغناء مسجلة على عدد كبير من الأسطوانات لمطربين من مختلف المحافظات العراقية. وقد بدأ بمشروع جمع هذه الأسطوانات منذ العام 1996 وإلى يومنا هذا. من البداية من سنة 1996 كنت أحب الفلكلور والشغلات القديمة، فدورت على الاسطوانات من بغداد، من حلة، من أنبار، من بصرة، من موصل، من كركوك. تحصلت على الاسطوانات الكردية والعراقية اللي جمعتهم أني، وهسه موجود بالبيت، وهذا أرشيف إلي 8800 ساعة عندي. ومن البداية من سنة 1908 لحد 1980 جمعت أي شيء بالاسطوانات أو بالبكرات أو بالكاسيتات، جمعتهم كلهم عندي. فلكلور كردي، حتى الفلكلور العراقي العربي عندي، وأكو أسماء أحبهم يعني هذنهم من القدماء من الأوائل اللي غنوا على الاسطوانات، مثل كويس أغا، مريم خان، سعيد أغا، محمد عارف، حسن جزيري، علي بالاني. عندنا من المغنيات اليزيدية منج خاتون. سورة أياد لبرنامج صباح الخير يا عراق، دهوك.